لما بنتكلم عن مسار العائله المقدسه احنا بنتكلم عن مسار له طابع سياحي بالاساس وله طابع ديني عند فئه كبيره من المصريين. اعتقد ان المصريين قد يهتموا بمسار العائله المقدسه مسيحيين ومسلمين، لكن هو قد تسمى انها زياره دينيه لكنها طابع سياحي يعلو ويسود بكل المقاييس اذا تحدثنا عن مسار العائله المقدسه. ولما بنتكلم عن السياحه بنتكلم عن جهات كتير قوي بتتعاون لانجاح هذا المسار ولجعله مزار سياحي عالمي. السؤال الكبير اللي احنا متشرفين جدا ان معانا النهارده القمص داود لمعي عشان يجاوبنا عليه، اولا تسوونا مبسوطين جدا انه احنا خدنا الفرصه دي نتقابل مع حضرتك. للي ما يعرفش ابونا داود لمعي هو حبيب الجماهير، يعني الناس كلها بتحبه. ابونا دايما بيبقى في السؤال شكل التنسيق ما بين الكنيسه وما بين وزاره السياحه، ايه التسهيلات اللي الكنيسه مطلوب منها تقدمها لانجاح هذه الرحله او الجوله السياحيه، وايه التسهيلات كمان اللي لازم وزاره السياحه تتعاون فيها مع مواقع انا عارفه انها شديده الخصوصيه في الكنيسه؟ يعني بشكركم الاول على اهتمامكم. هو لازم يبقى في عمل مشترك لأنه المصلحة مشتركة، يعني من ناحية المسيحية الأماكن دي للعبادة المسيحية وليها طابع كنسي أو أديورة، لكن معظمها كنائس، معظم الخطوات بتاعت أغلبها كنائس وفي بعض الأديورة زي المحرق وجبل الطير في أديورة قديمة وبعضها فيها رهبان زي المحرق، لكن هي ثروة مصرية قبل أي حاجة لأنه زيارة العائلة المقدسة مصر ده خبر يهم كل العالم أو على الأقل مسيحيين العالم كله والمهتمين بالتاريخ عموما. فإحنا ككنيسة بننسق مع الوزارات من خلال قنوات كثيرة. إحنا كمؤسسة مرتيرية، بعض الشباب من ولادنا عملوا مؤسسة اسمها مرتيرية مشغولة بالثقافة والسياحة والتنمية، نسقت هذا الاحتفال في المعادي كأحد مراكز زيارة العائلة المقدسة. في رأيي أنه الكنائس والأديرة بتقدم الجانب التاريخي العلمي المخدوم بأيقونات قديمة جدا ودوكيومنتس أو يعني إثباتات أن دي حاجات حقيقية أثار، بيساعدها طبعا لجان الأثار. أما الجوانب الأخرى لخدمة السائح، الدولة معنية بها أكتر، الطرق مثلا، الكباري، الكافيتريات، إنما بصراحة خدمة السائح لازم تبقى مسؤولية كل مصري طبعا. يعني مصر غنية جدا بالأماكن السياحية، لو 100 مليون مقتنعين بكده في مصر، مصر دي هتاخد نمرة واحد في سياحة العالم. ذكرت مؤسسة مارتيريا المهتمة بالتراث المسيحي، كلمنا أكتر عن المؤسسة ودورها في تنظيم هذه الاحتفالات. هي المؤسسة مؤسسة يعني طفلة صغيرة بقالها سنوات بسيطة لكن ماشية بسرعة قوي، مشغولة بالتعليم بتنمية المجتمع، فليها كذا يعني توجه، لكن عملت شغل مع وزارة السياحة قبل كده ومن هنا والوزارة طلبت منها تمسك اليوم ده أو يعني تبقى مشرفة على هذا الاحتفال. والمؤسسة بتقدم هدية لمصر كلها حاجة اسمها الـ AR والـ VR، إنه تقنيات حديثة إن الواحد يقدر يتفرج على المكان من بيته على الكمبيوتر زي ما بيحصل في العالم كله. يعني مثلا الأماكن المشهورة في القدس ليها تقنيات على الكمبيوترز، ممكن الواحد يدخل وهو قاعد في بيته يشوف أماكن مش من كل الجوانب، يعني 360 كده، يعني كأنها مهمة تكنولوجية لفريق جوه المؤسسة. بالظبط. نسأل على مؤسسة مارتيريا فنلاقي المشروع لسه نازل على الكمبيوتر، ودي خدمات سياحية لكل حاجة في مصر. يعني خلال 6 شهور هنغطي 25 محطة بتوع مسار العائلة المقدسة. ده خبر حلو قوي. وده هيبقى موجود في كل مكاتب السياحة في العالم بعد شوية، وبالتالي هتبقى إضافة للسياحة في مصر. خبر حلو جدا، وتحديدا التقنيات التكنولوجية ودمجها. وتسابونا سؤال كمان، احنا الى اي مدى احنا جاهزين لاستقبال سائحين من كل دول العالم في كم محطه من محطات رحله العائله المقدسه؟ شوفي، هو يعني ما نقدرش نحصرهم قوي، الدوله مشغوله وكل يوم في مكان بيتم تطويره من كل الجوانب عشان يتقبل السياح. لو قلنا ان احنا عندنا 25 محطه نقدر نقول في 7 أو 8 محطات دلوقتي مستعدين لاستقبال سياحة من كل العالم. زي ايه؟ يعني مثلا يعني انا دلوقتي بكرة الصبح عايز اروح مكان، يعني مثلا دير المحرق ده مكان رائع وفي
أهم محطة، لأنه زيادة عن 6 شهور قعدوا في الدير، قعد فيه السيد المسيح ومن العذراء مريم كده. أديرة وادي النطرون مثلا كلها جاهزة، فيها أيقونات أثرية كتير قوي، فيها أماكن واضح أن عدت عليها العائلة المقدسة، دير السوريان ودير أبو مقار، مصر القديمة كنيسة أبو سرجة وأكثر من كنيسة أخرى، في مغارة العذراء مكان سياحي مجهز جدا لاستقبال، وهكذا. وهنا طبعا العذراء المعادي على الكورنيش النيل، المطرية جاهزة. شجرة مريم جاهزة دلوقتي. أنا بس بحاول نغش شوية حاجات تمام. احنا بنشكر قدسك شكراً جزيلا. بنتمنى ان اليوم النهاردة مش بس يبقى احتفالية كنسية، لكن تبقى رسالة لمصر لاستعادة هويتها. أيوة. وجزء من هوية مصر هي هوية قبطية، وده التعليق الأخير اللي أنا عايز أخده من أتشابونا داود لامعي. الهوية القبطية لمصر إزاي بتتكامل مع باقي الوجوه للشخصية المصرية؟ يعني هو إحنا بنفتخر إن إحنا حضارة فرعونية، وفعلا ده فخر لينا، لكن من القرن الأول للقرن السابع في حضارة أخرى قبطية قوية دسمة. يعني الألحان القبطية لها جذور كثيرة فرعونية، الفن القبطي امتداد طبيعي للفن الفرعوني، تراث ضخم جدا، آثار كثيرة قوي، حتى لغتنا الدارجة فيها كلمات قبطية. خسارة أن المصريين ما يبقوش مستوعبين 6 قرون من حياتهم خلال 2000 سنة مش عارفين عظمة الفترة دي. حقيقي أنا بشكرك، وبشكر كمان المؤسسة اللي عارفة أنه بتاخد دعم كبير جدا وتشجيع من قدسك مؤسسة مارتيريا لنظامة الحفر ده، واللي خلتنا نبص بصة حلوة على جانب جميل من مصر الحلوة. بشكرك قوي قدسك. شكرا لك.